ودخل وسع وتن مشجعي قناة شوف تي في راحكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. معنا تجار السوق المركزي المارشي بن سليمان كيعانيو بزاف مع ما كاين لا ضو ما كاين لا ما ما كاين حتى شي حاجة وحتى من الكرا غالي. بقاو معنا متابعين الكرام. السلام عليكم اخويا، معكم مراد بائع الدجاج. خويا كنا خدامين في السوق القديم، ناضوا رئيس المجلس البلدي كون لنا واحد الحوانت هنا، قال لك غادي تطلعوا غنديروا لكم حوانت وغنديروا لكم ثمن رخيص باش تزاولوا هذا الميدان ديال الدجاج. ملي طلعنا هنا كنتفاجئوا، لقينا عطاونا كراجات راه هما كلهم مزدودين 12 كراج. والله الا كاين الناس اللي دابا مريحه في الغابه، دابا ما بقات خدامه ما والو، مع هاد كورونا عند وليدات وهادي وكذا سادن، ما عندنا لا ما لا ضو لا والو. وحاسب لينا 12000 من 2008 وكيصيفطوا لك الورقه حتى للدار يقولوا لك خلص، وحنا ما عندنا لا ما لا ضو، ودايرين لك ممنوع تزاول شي قطاع اخر من غير الدجاج. وحنا بغينا كل واحد يدير حانوت ويدير شي حاجه اخرى، قال لك لا ممنوع، دايرين معاك كونترا هذا ممنوع تزاول شي قطاع من غير الدجاج. وحنا الدجاج راه ولا في الحوانات ولاو كيدوروا به بالكرارس. هاد الحوانت راه مزدودين حتى كتشوف الحوانت كلهم، الحانوت كلهم مزدودين والله الا الدراري كلهم خدامين. حنا ولينا كنلعبوها كوره، وبقينا كاع كنبيعوا نشريو لهاد ربعه الاولاد، والله ما بقيت خدام بالله ملي من 2008 وحنا شادين هاد الحوانت هادو كلهم مزدودين ما فيهم لا ما لا ضو. عطاونا هاد الكراجات البلديه حاسبه لينا 12000 في الشهر في الالتزام ديالها بان غدخل لينا الماء والضو. ملي كنتفاجئوا كنلقاو لا ما لا ضو، وحنا القطاع ديال الدجاج ضروري خاص يكون الماء خاصو يكون الضو. كيفاش غنديروا حنا بنادم عيري يشطير ولا يصوت شي طير ولا هادي كذا، كيفاش غادي نديروا حنا؟ الدجاج لا شاط لك عم ذبوح كيف غديريه؟ خاصك الثلاجه بين هو الضو. هاد الناس المجلس كله كل نهار يجينا واحد يقول لك غندير لكم وغنفعل لكم وهادي كذا. وقت الصوت ملي كيمشي الصوت ما كيعقلوش علينا وما كاينش شي واحد غيعقل علينا. حنا من نهار زدنا حنا هك، حنا دابا عجب الوقت وبغينا نهضروا على روسنا. اما راه واخا عينا ما نشكيو عينا ما نهضروا عينا ما نشكيو. رئيس المجلس البلدي بعدا غاتشي ما غاتلقاش بعدا اصلا، ما بغاتش يهضر. كتلقى النائب كيقول لك الرئيس ما كاين، تيجي الرئيس ملي كيجي الرئيس يقول لهم انا ما مساليش دابا، كيدخل جوج دقائق يخرج ما بقيتش تلقى لا رئيس لا والو، تا غادي على ورقه كاع وبقيتي تسنى بقى عاد باغي تدوي بقيتي تهدر والو. ممنوع حنا ما بقيناش نصوتوا على شي واحد في هذه البلاد، ما بقيناش نصوتوا، ممنوع غنصوتوا على شي واحد حيت تقارنا. كنصوتوا على هذا يقول لك الله عمر دار مزيان هذه كذا، من هنا كيعطينا وعود كاذبه يطيح لينا على روسنا. هذه انتم وليداتي انتم هذه انتم هذه. ملي كيفوت الصوت ما كنبقاوش نشوفوه، وكان كنبغي غنتوحشوه غنشوفوا هذيك الصوره اللي كانت النهار الاول ما كتجيش، ما كنبقاوش نشوفوه حتى الصوت الجاي. وحنا صافي ما بقيناش غنصوتوا، ما نصوتوا على حتى واحد حيت ما حتى واحد ما كيتوجه لينا. كانت عندنا جوطيه بمدينه بن سليمان كلشي كيخدم فيها وكلشي كياكل منها، حيدوها لينا. دابا راه ولينا كندورو بقينا خدامين موالو، عندي ربعة الاولاد وانا كندور. هذا كيحسب لينا الكرا من 2008 هو كيحسب لينا الكرا، وحنا ما خدامينش 12 واحد راه الحوانت، راه 12 واحد ما خداماش، خدام واحد اللي خدام وما كاينه خدمه. توجهت المجلس البلدي وقلت لك عدة مرات، والمجلس مع من بغات يهضر ما كتلقاش هذا المجلس، مع من بغات يهضر ما كاينش كاع المجلس، والمجلس صوت الدنيا. واحد فاري راه كاين في الشوارع باقا عاد غيشوفني انا، اش غيشوف فيا المجلس؟ المجلس غيشوف فيا نهار نبغي نصوت وي كيدوي على روحك تجاه تجاه واحد نهار يبغي الصوت يجي يهضر معاك باسلوب زوين ويقول لك خويا وهادي وكذا ومنا وغندير معاك هادي وندير معاك هادي وندير معاك هادي. ملي كيفوت الصوت ما تبقى تشوفيه حتى الصوت الجاي خمس سنين اخرى. وبقى حتى هو يجي واحد اخر يقول لك الله انا الله عمر دار وانا مزيان وهذاك راه ما مزيانش انا غنكون بلاصتو. من 2008 ديال المحل 2008 من 2008 دازوا ثلاثه الرؤساء. شو واحد قضى الغرض؟ اللي قضى الغرض هو النهار الاول اللي دار لينا
ان الحوانت غيزاولوا ميدان واحد هو الدجاج. حنا بغينا كل واحد يدير حرفه ويكون عندنا الماء والضو ونديروا مارشي، ما نبقاوش قطاع واحد كلشي غنديروا الدجاج. لا حنا الدجاج بنادم هنا وتقول لي كيف تاكل الدجاج واش فهمتي ولا لا؟ هادشي راه حنا ضرنا وحنا دابا محسوبين، حنا راه دابا ملزومين علينا دابا نخلصوا، ما الا ما خلصتيش غيديو لك الحانوت. الله يرضيك عليك. شوف الله يجازيك بخير، حنا جابونا قال لك اودي حنا غنعطيوكم محلات، وتا واحد ما يحل على برا ولا دابا نخب دار ودير بها حانوت، نخب دار ودير بها حانوت، وحنا بقينا نشوفوا ما بقينا نبيعوا نشريوا. تلزمت علينا غير 12000 اللي تلزمت علينا والحوانت كلهم مسدود لنا. انت كاين يمين ديال مويه الدجاج ما لقى ما رسلتش ميت بلادي. شوف اسيدي مشيت لعندهم كتبت ليهم جابوا لنا خيط ديال الضو على القو بحال راهي راه على القو، ما دخلوش لنا الضو، الماء ما كاينش. انا دايرنا تيو طلبنا جزيره عاورتنا به راه خاول الماء الموالي الماء راه خاول الماء الموالي الماء البيع راه هو فين البيع من اللي تخاد سمعت هو فين البيع. ما هذا ديال المحجوب قرطالو هو داير فيه البيع وما ساو متوا واش غاو 200 ريال وغالين هاد الحوان، راه خصهم يكونوا كراجات ديال الطوموبيلات. حيت دابا الناس حنا درنا المهنه ديال الدجاج، ولكن الدجاج راه ولاو فاتح ليه الحوانت، ها واحد حال الحدانه راه الاخر حال الحدانه بدون رخصه، بحال المجلس ميت، سيرفيس ديجان ميت، حتى واحد ما حي، ما كانش مراقبه في بن سليمان، ما كانش مراقبه والو، ما كايناش مراقبه. كون كانت مراقبه غادي تكون الرخصه وغادي يكون مسائل قانونيه وللناس، ولكن الناس الى سيرفيس ديجان الى طبيب الى حتى واحد ما كاين في بن سليمان. والله يطول عمر سيدنا الزين هو اللي راد لنا البال، الله يخليه لنا، والسلام عليكم وشكرا. هذه كلمه زيد وصافي اخو، احنا كنطالبوا عاد الناس يديروا معنا حل هاد الحوانت هادو، حنا ماشي غدا ولا بعد غدا اي يلزموا علينا يبقاو يحسبوا علينا في الكرة، وصدقوا غادي لينا بهاد الحوانتات، وحنا كنا طامعين بهاد الحوانتات باغي نعيشوا منهم الوليدات ديالنا، ولكن المستقبل ديالنا ضاع. حنا المستقبل ديالنا ضاع وملزوم علينا نخلصوا. كنطلبوا من الله عز وجل وسيدنا يجعل لنا اللي فيها خير. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. المجلس لا المجلس ما كاينش مع من تهضر، حتى ما قال والو، ما كاينش مجلس فينا هو. حتى المجلس وش الحفاري كان في بريصه وبغى الحفاري. بغى عاد يشوف فيا انا صوب الحفاري، راه الطونوبيلات كاع تهرسوا. فين ما دار السيد لقى حفره. هاد المجلس ما كاينش. ما كاين كلشي راقد، ناعس المجلس ناعس من مره، لا كان شي حاجه كيديروها بيناتهم راه كيديروها بيناتهم، اما شي حاجه الصالح العام راه ما كاينش. وشكرا اخويا. اذا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، كما شاهدتوا معنا من مدينه بن سليمان، التجار ديال المارشي كيعيون طالع عليهم الدم، كيعيون طالع عليهم الدم متابعينا الكرام. اذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.